صبيحة اليوم 22 من شهر أكتوبر من عام 11 بعد 2000 من الميلاد، عم الحزن أرجاء البلاد. فقد أعلن خبر وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز. استيقظ السعوديون في ذلك الصباح وقد بدأ الحزن والضيق ينسج خيوطه مع انتشار نبأ الوفاة، حتى جلل رداءه الأسود كل شبر من أرض الوطن. بقدر الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره، إلا أن ثمة غصة وزفرة وعبرة تحشرجت بها الصدور، فالفقد كبير والمصاب جلل والخطب يهز الوجدان. فقد رحل سلطان الخير، وفقد الوطن واحدا من ركائزه وأركانه ورجالاته العظام. إن القوة الحقيقية التي تمتلكونها الآن ليست قوة الحديد والنار وما تطورت إليه التقنية الحديثة، بل القوة الحقيقية التي تكمن في صدر كل منكم هي قوة العقيدة السمحة التي تدعو للسلام وتؤمن بالسلام وتؤمن بالمحبة وحسن الجوار. أبصر النور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز يوم 16 من شعبان من عام 1349 من الهجرة، الموافق 5 من يناير من عام 1931 من الميلاد، في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. نشأ وترعرع في كنف والده المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فتعلم وربى على يدي والده الذي كان شديد الحرص بأن يحسن تعليم وتربية أبنائه على هدي من تعاليم الدين الحنيف، كحفظ القرآن والسنة واللغة العربية والفقه والأدب والتاريخ كأساس، قبل أن يتشربوا علوم السياسة وفنون القتال في حقبة هامة من تاريخ تأسيس وتوحيد هذا الكيان. أظهر الأمير سلطان نباهة وذكاء فطريين منذ صغره، وكسب ثقة والده في الاعتماد عليه، فعينه رئيسا للحرس الملكي ثم أميرا للرياض. ومنذ ذلك الحين وخلال عقود خمسة ظل رحمه الله في خدمة وطنه بتقلد مهام ومناصب عدة حتى وافاه الأجل، لم يغب يوما عن أداء واجب أو خدمة دين أو مليك أو وطن. عرف الأمير سلطان بن عبد العزيز بكياسته ولباقته وحسن تعامله وبعد نظره، فكان ذلك مما جعل منه سياسيا ماهرا في التعامل مع القضايا وحل الخلافات، ورجلا يعتمد عليه في المشاركة في رسم سياسة بلاده وترجمتها في كثير من المحافل. إن المملكة العربية السعودية وبحكم دورها في الساحة الدولية وكونها حاضنة للحرمين الشريفين موئل أفئدة المسلمين، حريصة كل الحرص على الإسهام في نجاح هذا التجمع التاريخي. السيد الرئيس، تجتمع هذه القمة العالمية بعد 5 سنوات من قمة الألفية، وما زالت الأهداف التي سبق الاتفاق عليها تستدعي المزيد من العمل لتحقيقها، فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى أمم متحدة فعالة وقادرة على النهوض بمهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة في العالم وضمان حقوق الإنسان في إطار احترام الخصائص الذاتية للمجتمعات والثقافات المتعددة. ولم يعرف العمل الإنساني الخيري مجاهدا وهب حياته وما يملك للقيام به أكثر من سلطان بن عبد العزيز، حتى وصف من شقيقه الوفي الأمير سلمان أنه جمعية خيرية بذاته، وظل لقب سلطان الخير
الأقرب إلى تفسير هذه العلاقة المتشابكة بين العمل الخيري والإنساني الذي بنى له الدور والمدن وجال مندوبوه البلاد من أدناها إلى أقصاها وتجاوزها إلى خارجه، وبين سلطان الإنسان رجل الدولة والوالد والأخ، والذي كان للتواضع عنوانا، للتسامح مقاما، وللعطف ديوانا. سام، هذا اللي جنبي. هلا هلا، تجي عندي؟ انت اللي جنبي. كيفك؟ انت اللي جتني؟ قلت لي انت اللي جيت لي يقول طعام حايل. يعني شفتك في حايل. يعني جيت معاي؟ اي وعرضت معاك بعد. تجي عندي؟ يلا. كذا شيلها هو. أنا شيلها هو. كذا شيلها من العربية. سم. أيوه. يصور مع الأمير. هات هات. يا أخي. يلا. خلي يصور. واحد. أنت مبسوط؟ ها؟ يا ده أنا أحبك. وأنا أحبك بعد. يا ده أنا أحبك. وأنا أحبك بعد. أنتوا سفراء الحقيقة، سفراء المحبة، سفراء العاشقين للتآلف. الناس اللي بيعشقوا التآلف للشعوب يمثلوا دائما في الشباب وفي الرياضيين على مستويات الرياضة وعلى نوعية الرياضة كلها. ولقد حظي شباب ورياضيو الوطن بمواقف يسجلها التاريخ. في 96 يعني لما تشرفت بالسلامة عليه المغفور له، فقال لي أنا بعطيك هدية خاصة مني، وأعطاني سبحته اللي أنا أتوقع أني أفتخر فيها كثير. ويمكن من القليل لما اللاعبين يحصل على هذه الجوائز الخاصة، يمكن 2-3 من اللاعبين. هذا الرجل العظيم صراحة يعني أفعاله تتكلم عنه، أيديه البيضاء، يكفينا ابتسامته دائما يعني مبتسم صراحة. أنا كل لقاءات الأمير أو كل مقابلاته يعني ما عمري شفته أنه زعلان في يوم من الأيام يعني. طبعا من الذكرى اللي ما تنسى إن شاء الله بإذن الله، كان في نهائي الأهلي والاتحاد بوجود الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه. كان ودنا أنه شرف كبير أن نسلم عليه لما طلعنا المنصة، وكنا مبسوطين بعد المباراة، نتيجة حلوة، فأهداني القلم، فصراحة من أغلى الهدايا اللي ما تنسى. فبخلاف رعايته للكثير من النهائيات، كان يستقبل الوفود الرياضية والشبابية والشخصيات القيادية داعما ومشجعا ومكافئا. وانا اتذكر بعد عودتنا من سنغافوره بعد التاهل الى اولمبياد لوس انجلوس، والكل يتذكر تلك الدوره، وكانت اخر مباراه لنا مع كوريا الجنوبيه، وكانت نتيجتها 5-4، وقبلها كان الكويت 4-0. فكان في انبهار من الناس، هم تاهل عالمي، ومن ثم مستوى ونتائج جيده، انبهر الناس، خرجوا للشارع. فكانت تظاهرة رياضية عظيمة لم يعهدها الشارع الرياضي. فعليها بناء عليه عندما تشرفنا بالسلام، طبعا تشرفنا قبل بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، كان الملك فهد رحمة الله عليه، ثم ولي عهده الخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الآن، ثم النائب الثاني. فدخل في الديوان على اللاعبين، سلم عليهم وامتدحهم وكرمهم، حتى أنا أتذكر أنه كرمهم بجنيهات ذهب
يعني صرر كذا وزع عليهم، وكانت الابتسامة الدائمة المعود فيها بادية على محياه، وكأن الحدث يعني وقال كلمة. أيوة بجيك فيها. فلما جلس قال من فرحته ومن من من الحدث العظيم، قال لو أن سلطان بن عبد العزيز، يا أبنائي اسمعوا، لو أن سلطان بن عبد العزيز أخذ جيشه البري والبحري والجوي وحارب في مكان ما وانتصر وعاد، لم استقبل الاستقبال اللي تم استقبالكم به. ما في شك أنه كرة القدم الآن ماخذة المسيرة الأولى في الرياضة، بغض النظر عن الرياضات الأخرى، بغض النظر عن أهداف الرياضات الأخرى نحو الجسم ونحو الفكر. لذلك الحقيقة أنه الاعتزاز الأساسي انتصاركم على أنفسكم قبل كل شيء. الله أكبر. هي اللحظة الفارقة، اللحظة التي يتحاشاها ويخشاها المرء رغم إيمانه بأنها الحقيقة التي لا مفر منها. إنه الموت لا ريب فيه، ويقين لا شك فيه، القدر الإلهي الذي لا يتقدم ولا يتأخر ساعة. سبحانك يا الله، ما أعظم حكمتك. لا ينجو من الموت من خافه، ولا يعطي البقاء من أحبه. أي لحظة تخط تاريخ تباعد بين ما قبل وبعد، أي ساعة تدق في القلوب دقائق اللوعة وثواني الحزن. أيها الفقيد المسجى بأكاليل الحب والدعاء، يا سلطان، وتحمل على الأكتاف في حضرة التبتل، تتطاول لك الرقاب كأنها ترمق ابتسامتك، يتشقق الصمت المهيب بالدعاء والابتهال للرحمن الرحيم أن يرحمك ويغفر لك. وتحمل يا سيدي على الأكتاف ملفوفا بالأكفان، أنت الذي حملت على الأكتاف سنين عمرك أمانة المسؤولية وثقل الأمانة. هذه الجموع الباكية الداعية، هذه المآقي التي تحجر بها الدمع، والقلوب التي اهتزت، والأبصار التي ذهلت، والعقول التي سجت، هذه المواكب الحزينة التي تقاطرت لتلقي عليك النظرة الأخيرة، نظرة الوداع إلى دار القرار. اللهم أجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين.